وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، شهد قرار البنك المركزي الياباني بمفاجأة الأسواق بتوسيع نطاق التدخل في سوق السندات تحديدا لآجال 10 سنوات. لاحظنا تحركات واضحة وملفتة على الين الياباني بارتفاعه أمام الدولار، وأيضا أثر هذا القرار على تحركات سعر صرف باقي العملات الرئيسية أمام الدولار. هل سيستمر ارتفاع الين مقابل الدولار؟ وأيضا هل تعتبر هذه الحركة المفاجئة من البنك الياباني مقدمة لتغيير سياسته النقدية مستقبلا؟ صباح الخير. طبعا يعني الين الياباني كما ذكرت شهد ارتفاعات ملحوظه وارتفاعات قويه مقابل اغلب العملات الرئيسيه، لا سيما طبعا الدولار الامريكي، بعدما اعلن بنك اليابان هذا الاسبوع عن تدخله في سياسته النقديه، السياسه النقديه التي استمرت سياسات نقديه توسعيه لفترات طويله، طبعا مع استمرار مخاوف الانكماش الاقتصادي الذي اصبح يحيط اليابان منذ يعني اعوام ماضيه. الان بنك اليابان قرر بدء تغيير سياسته النقدية والتدخل في يعني تحريك العائد لأجل عوائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام من 0.25% إلى 0.5%. وعلى الرغم من أن هذا يعني أبقى على يعني المعدلات الفائدة في لا تزال في النطاق السلبي عند ماينس أو سالب 10% سالب 10%، ولكن يعني الاستعداد أو بدأ المستثمرين يغيروا وجهة نظر حيال احتمالات تغيير بنك اليابان تلك معدلات الفائدة على المدى القصير خلال عام 2023، وهو ما تسبب طبعا في ارتفاعات قوية في الين الياباني بعدما كان الين الياباني يستقر عند أدنى مستوياته منذ تسعينات القرن الماضي عند 153 ين لكل دولار منذ 2 أو 3 أشهر على الأكثر. الآن عاد ليتراجع أو ليرتفع لمستويات 131 ين لكل دولار، الأمر الذي تسبب في الضغط على مؤشر الدولار، حتى وجدنا أن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية لا يزال يعني مستقر دون مستويات 104، يفشل في تحقيق المزيد من المكاسب. الين الياباني، وبالرغم من أن بنك اليابان قرر الإبقاء على المعدلات الفائدة السلبية التي تضغط على أداء الين الياباني، ولكن احتمالات أن يبدأ البنك الياباني في تغيير سياسته النقدية في الفترة المقبلة هو ما دعم بشكل رئيسي طبعا ارتفاع الين، وأيضا الاستمرار في أو التأكيد في الاجتماع القادم على هذا الأمر، حتى لو يعني لم يغير سياسته النقدية أو لم يتخذ إجراءات تشديدية جديدة، ولكن بدء البنك الياباني في تغيير ملامح سياسة النقدية هو ما قد يدعم عودة ارتفاع الين، أو على الأقل محافظة على استقرار مقابل الدولار الأمريكي، وأصبح يعني توقعات أن يعود مرة ثانية لمستويات 150 و153 أصبحت تتراجع بشكل كبير. نعم، أيضا أماني، اليورو شهد حالة من الارتفاع خلال الأسابيع الماضية، استعاد مستويات التعادل مع الدولار والوصول حاليا إلى مستوى دولار و6 سنتات. الأسباب التي ساعدت اليورو على هذا الارتفاع؟ يعني اليورو بدأ يبتعد عن مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي، ولكنه ليس أو الأمر لن يعود لقرارات البنك المركزي الأوروبي، على الرغم أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 4 مرات متتالية خلال اجتماعاته الماضية، ولكن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يعاني من ضغوطات قوية، حيث أن ارتفاع اليورو لم يعود بسبب يعني تماسك الاقتصاد الأوروبي أو نمو الاقتصاد الأوروبي، بل أن أغلب القطاعات في منطقة اليورو لا تزال تعاني من انكماش واضح كما أكدت على هذا الأمر البيانات الأخيرة. ولكن ما تسبب في دعم اليورو هو عودة الدولار الأمريكي للتراجع من جديد وليس ارتفاع قيمة اليورو، حيث أن يعني كما أشرت مؤشر الدولار الآن يستقر دون مستويات 104 مبتعدا كثيرا عن المستويات التي حققها خلال العام بالقرب من مستويات 113 و114، حتى أنه كان يقترب من 115، بالرغم من أن البنك الفيدرالي الامريكي اكد في الاجتماع الماضي على ان يعني البنك سيستمر في رفع الفائده بوتيره قويه في 2023، ولكن الاسواق لم تتفاعل مع هذا الامر بشكل قوي، حيث ان الاوضاع الان يعني تستقر بالنسبه لمعدلات التضخم في الولايات المتحده. الان نحن نرتقب مؤشر الانفاق الاستهلاكي غدا الجمعه، المؤشر المفضل من قبل الفيدرالي الامريكي لقياس التضخم. اي علامات على استمرار تباطؤ مؤشرات التضخم سيتسبب في نوع ما هدوء
صندوق المستثمرين حيال مخاوف التضخم وبالتالي تسريع وتيرة التجديد النقدي من قبل الفيدرالي، حتى لو لم يؤكد على هذا الأمر، ولكن الأسواق بدأت تتفاعل مع هذا وهو ما تسبب في تراجع الدولار وعودة تعافي العملات الرئيسية مثل اليورو طبعا. نعم، أمانة، بالانتقال إلى الليرة التركية، ما زالت الليرة التركية عند مستويات منخفضة أمام الدولار في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي التركي، هل سنشهد مزيدا من التخفيضات على أسعار الفائدة أم سيقوم المركز التركي بتثبيتها؟ عام 2022 لم يكن الأفضل أو كان من أكثر الأعوام سوءا بالنسبة للاقتصادات الناشئة ومنها طبعا الاقتصاد التركي، ولكن ما ضغط أيضا على الليرة التركية هو لم يكن يعني التوترات الجيوسياسية أو ارتفاعات الدولار الأمريكي، لكن بنك مركزي التركي يعني استمر في سياسات نقدية تتسبب في انخفاض الليرة التركية بشكل كبير جدا في الوقت الذي كانت تسعى فيه البنوك المركزية الأخرى لتسريع وتيرة التجديد النقدي ورفع الفائدة في خاصة في الأسواق الناشئة تابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة بقوة، كان البنك المركزي التركي يتبنى سياسات خفض الفائدة وتثبيت الفائدة عند مستويات منخفضة وهو ما تسبب في ضغوطات قوية على الليرة التركية، حتى أن معدلات التضخم في تركيا وصلت لمستويات لم نراها من قبل بالقرب من 70 و80%. الآن البنك المركزي التركي على الرغم من أنه المعدلات التضخم الحالية تستدعي تسريع وتيرة التجديد النقدي أو على الأقل تغيير السياسة النقدية الحالية، ولكن استمر في تلك السياسات سيضغط على طبعا أداء الليرة التركية، حتى لو يعني نرى الدولار الأمريكي عالميا بدأ يستقر عند مستويات 104، ولكن السياسات النقدية الحالية لا تزال تضغط على الليرة التركية، واستمرار تلك السياسات سيكون هناك مزيدا من الضغوطات في 2023. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.